ثلاثة علماء ظلمتهم اكتشافاتهم. أغناتس سيملفيس، طبيب توليد مجري، ولد في بودابست عام 1818، عين في مستشفى فيينا العام منتصف القرن التاسع عشر. كانت حمى النفاس منتشرة في المستشفيات. لاحظ سيملفيس ارتفاع الوفيات في قسم الأطباء مقارنة بالقسم الذي تشرف عليه الممرضات. وصل البحث حتى حل اللغز عام 1847. خلص سيملفيس إلى أن حمى النفاس نتجت عن تلوث سببه مخالطة الأطباء للجثث. ومنه انتقلت إلى قسم الولادة، لذا أوصى بتعقيم اليدين قبل معالجة المرضى. وبفضل جهوده انخفض عدد الوفيات حتى نال لقب منقذ الأمهات. زملاؤه هاجموه واتهموه بالجنون، لينتهي به الحال مطرودا من المستشفى نزيل مصحة عقلية. اغسل يديك، أنقذت العالم من موت محقق. لكن المفارقة أن صاحب الكلمة مات بجرح في يده. لويس باستور، عالم كيميائي فرنسي ووالد النظرية الجرثومية، حقد على الأمراض منذ قتل التيفود أطفاله الثلاثة. اخترع طريقة معالجة الأغذية من الجراثيم وأطلق عليها اسم البسترة نسبة إلى اسمه. طور لقاحات للجمرة الخبيثة والكوليرا وداء الكلب. توصل إلى أن الأمراض تنتقل عبر الجراثيم، لكن زملائه عارضوه بإنكار نظرية جرثومية الأمراض. الكيميائي أنطوان بيشامب كان من أشد معارضي باستور، يزعم أن الجراثيم تنجذب إلى المريض بعد إصابته بالمرض وليست هي سبب المرض. وبقيت الاتهامات تلاحق باستور حتى أثبتت التجارب صحة نظريته. غاليليو غاليلي، عالم فلك إيطالي، اخترع تلسكوبا أثبت به مركزية الشمس، لكن اختراعه زج به في صراع مع الكنيسة الكاثوليكية التي تؤمن بمركزية الأرض. اتهم بالجنون والهرطقة، حكم وحبس في بيته حتى وفاته، ولم تتراجع الكنيسة الكاثوليكية عن موقفها منه حتى عام 1992، حين قدمت اعتذارا لغاليليو وحكما مؤجلا ببراءته. ما رأيكم؟